أيها السادة المشاهدون مشاهدي برنامج قضية للحوار، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قضية للحوار. أعزائي المشاهدين، ولكن قبل أن نبدأ الحلقة دعوني أن أرحب بضيفي الكريم في هذه الحلقة، وهو الدكتور أبو بكر كوري، المدير العام للمركز الوطني للمناهج ومحاضر بجامعة جمينة وسبها. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. أعزائي المشاهدين، قبل سنتين كان تكلمنا عن المركز الوطني للمناهج قبل سنتين، واليوم أيضا نلتقي مجددا نتكلم عن البرامج التي أنجزت أو المناهج التي أنجزت في المركز الوطني للمناهج خلال السنتين الماضيتين، ونتحدث أيضا عن المطبعة الجديدة التي يريد المركز إنشاءها، وكذلك الكتب اللي جاءت من السودان، وهناك في كتب أخرى أيضا نوه المركز بأنها في الطريق إلى تشاد. كما تعرفون المنهج هو الذي يكون الشخصية التي تقود البلد. المنهج هو أساسي في تكوين الأجيال. أي منهج يجب أن يكون نابع عن البيئة التي يدرس فيها الطالب أو الإنسان الوطني. المناهج التي تدرس في تشاد أو المناهج التي كانت تدرس في تشاد في المدارس قديما، في المدارس العربية كنا ندرس منهج سوداني، منهج مصري، منهج جزائري، منهج ليبي، مناهج كوكتيل، مناهج أصلا ما نابع عن البيئة التشادية. بدرسوا في القسم الفرنسي بدرسوا مناهج أيضا أجنبية، مناهج كامارونية، مناهج جاد من السنغال من فرنسا، أيضا مناهج نابعة من بيئات تختلف عن البيئة التشادية. فلذلك تلك المناهج سواء العربية أو الفرنسية كونت لنا شخص موجود في تشاد لكن عقليته خارج تشاد، لأن عقلية ما نابعة من 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 بيئة تشادية، عقلية ما نابعة من التراث التشادي. فلذلك اليوم تشوف الوطنية، يعني كثير من التشاديين الوطنية عندهم قليلة منزوعي الوطنية. حتى التشادي لو سألت بقول لك يا خي دي ما تشاد بس، يا خي أن احنا ما تعرف دي تشاد بس، يعني أحيانا بتلف وبخرب البلد، وكن سألت بقول لك يا خي دي ما تشاد ليه؟ لأن ما عنده وطنية، لأن ما عنده وطنية بمعنى المناهج الدرسها، المناهج التعلم فيها هي مناهج أصلا ما نابعة عن بيئتها، ولذلك لم يدرس الوطنية ولم تغرس في ضميره. اليوم التشادي أو غالبية التشاديين لو أعطينا مشروع أبني لنا شيء، ببني شيء حوان، ببني شيء ما ينفع، ببني شيء أصلا مبدوم، وكن سألت بقول لك يا خانينا في تشاد خلينا ناكل ليه؟ لأن ما عنده وطنية، لأن الشيء اللي ببني لك هذا الشيء ببني له هو وببني له اسرته وببني له وطنه ما بعرفه، لانه هو ما بهمه اللي بهمه ضميره بس، لانه ما عنده وطنيه، ما زرعوا فوق الوطنيه. المناهج اللي درستها دي اصلا مناهج نابعه عن بيئتها. يعني احنا درسنا كله في الوطنيه، بقول لك العلم التشادي يتكون من ثلاث الوان، من اللون الازرق، من اللون الاصفر، من اللون الاحمر، وفسروا لنا الالوان دي، وبعدين قرونا شويه من النشيد. اما كون الوطنيه الموجودة في الناس الآخرين دي ما موجودة فوقنا نحن، لأن ما درسونا لا من المدارس، وده الكلام ده ممكن يسأل منه كثير من المدرسين، بيقول لك التشاديين ما عندهم وطنية، ده لأن الوطنية ما درسوها في مدارسهم، لأن درسوهم مناهج نابعة عن بيئات أخرى، درسوهم حتى في الجغرافيا حتى في التاريخ درسوهم أشياء أصلا ما من البيئة التشادية. واليوم مثلا في الجغرافيا يدرسوك مثلا الزراعة في ضفاف النيل، هل أن إحنا في تشاد عندنا النهر النيل؟ ما أنت تدرسني الشيء الموجود في تشاد عشان نتعامل معه، أنت بتدرسني أشياء ما موجودة هنا. درسونا الحضارة المصرية القديمة، درسونا حضارة بلاد مروي، درسونا الحضارة الرومانية، الحضارة اليونانية، وبدلا ما يدرسونا ونتعمق في الحضارة التشادية درسونا حضارات أخرى. الحضارات الأخرى أيضا ما مرفوضة أن نتعلمها، لكن على الأقل نتعمق في بلدنا. فنحن اليوم نتحدث عن المناهج، هل المناهج غيرت من أسلوبها القديم ولا لازلنا ندرس مناهج كوكتيل نابعة من بيئات أخرى؟ المناهج محتاجة إلى تطوير، كل سنة أو سنتين لابد المناهج أن تجدد، أن تطور وتتماشى مع العصر الذي نعيش فيه.
المناهج يجب أن تكون نابئة من ثقافة المجتمع. ثقافة المجتمع بمعنى المجتمع الذي نعيش فيه لازم تعلمني كيف نتعامل مع زميلي، كيف نتعامل مع أرض تشادية، كيف نحب وطني تشاد. يعني في بلاد أخرى ده واحد لو سافر ذات لو جفي في وطنه في المطار أنا بلد دم بصلي ركعتين كون وصل بلده، عندهم حب للوطن. لو أنطيت مشروع أبني المشروع ده ببني كأن قاعد ببني في بيتهم، لأن عنده وطنية بحب وطنه. لكن الوطنية دي أننا نزعت منا أو كمان لم تزرع أصلا في نفوسنا. اليوم نتحدث مع مدير المركز الوطني للمناهج، وهو ده الشخص الوحيد اليوم يدير منهج يقود البلد كلها، منهج يضع أساس للأجيال القادمة سواء العربية أو الفرنسية. فإذا ما كان هذا المركز أدير بشكل طيب واختار ناس طيبين وناس لهم الكفاءة والخبرة وضعوا منهج وطني ومنهج تشادي، يمكن الأجيال القادمة الأجيال المقبلة ممكن تكون أجيال صالحة ونافعة للوطن التشادي. سيادة المدير أنا أتكلم كثير في المنهج ونترك الحديث، تحدثنا اليوم عن المركز الوطني للمناهج، كان التقينا معه قبل سنتين واليوم أيضا نلتقي مجددا وفي ظروف تختلف عن الظروف اللي التقينا فيها. حدثنا عن الدور الأساسي للمركز حتى الآن خلال السنتين الماضيتين، ما الدور الذي قام به؟ الدور الأساسي للمركز كما ذكرت ولخص بشكل جيد يكمن في تكوين أجيال قادمة. هذا التكوين يجب أن يمر من خلال عدة مراحل مختلفة أكاديمية ومراحل تربوية. أنشأ مركز الوطني للمناهج قريبا بالمقارنة مع مراكز الوطنية في الدول الأخرى، ولكن أنجز أشياء كثيرة، منها وضع الكتب، سوف نتكلم عن الكتب ودور الكتب ومهمة الكتب في التعليم، ولكن مركز استطاع أن يضع كتب من المراحل الابتدائية والإعدادية، والمركز اليوم يبدأ في المرحلة الأولى في المرحلة الثانوية. إذن قطعنا شوط كبير. هذا الشوط الذي قطعناه وهذا العمل الذي أنجز يصب في قالب وضع كتب تحمل معلومات وأفكار وطنية لها علاقة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلد. هذا هو الشيء الوحيد الذي يكون الإنسان مستقبلا. من أجل ذلك نقول أن المركز الوطني للمناهج يكون أجيال. المركز الوطني للمناهج يكون أجيال. بالنسبة للناس اللي بيشتغلوا في المركز، بالنسبة للخبراء اللي بيشتغلوا في المركز، فلا بد كل مركز لما يكون بوضع مناهج تدير بلد بأكملها وتنشئ جيل بأكملها أكيد يختار ناس أكفاء، ناس لهم كفاءة لهم خبرة كبيرة عشان يضع المناهج التي تتلاعب مع المجتمع. حدثنا عن اللجان اللي بتشتغل في المركز حتى اليوم والخبراء اللي عندكم. هناك لجان وهناك خبراء، ولكن زي ما ذكرت قلة الخبرة وقلة المتدربين بالمقارنة مع تاريخ إنشاء المركز، تشاد كدولة اضطرت أن تستعين بكل شرائح المجتمع لوضع خطوط العريضة التي يجب أن تمشي عليها المناهج حتى الآن. وهذه الخطوط العريضة موجودة لدينا 6 خطوط عريضة، كل منهج يوضع وكل كلمة تكتب وكل جملة تسطر يجب أن لا يخرج عن هذه الخطوط العريضة التي وضعها المجتمع بصفة عامة. وهذه الخطوط العريضة تقود في نهاية المطاف نحو تأسيس هذه القيم التي ذكرتها في مقدمة ومن في مقدماتها الوطنية بمعناها الواسع الشامل والهوية الوطنية والقيم والثقافة والأخوة والسلام والديمقراطية والاحترام وما إلى ذلك، كلها موجودة بشكل مباشر وغير مباشر في بطون الكتب. وهذه الكتب زي ما إذا تسأل من الذي يضع الكتاب، يجب أن يكون مضمون، شخص مضمون ذات خبرة وذات كفاءة حتى يدع المعلومة التي تستهلك. صحيح. إذن الوزارة استعانت مع تأسيس المركز بخبراء في وزارة التربية الوطنية ووزارة التربية ووزارة التعليم الآلي وغير ذلك من الخبراء والمفتشين التربويين الذين لهم خبرة في ذلك الوقت، وهم اليوم
يديرون ويضعون الخطوط العريضة للمعلومات التي ترد في كتب على شكل لجان فنية، لجنة فنية للجغرافيا، لجنة فنية للتاريخ، لجنة فنية للرياضيات، لجنة فنية للفيزياء، لجنة فنية للكيمياء وهكذا. هذه هي الطريقة اللي اليوم معترف بها، طبعا كل الدول تتعامل بهذا الشكل. صحيح. الذين هم أعضاء في هذه اللجان حتى الآن موجودين في مركز الوطن للمناهج، أو الذين يستعان منهم من خارج المركز الوطن للمناهج حتى الآن لهم خبرة ولهم الكفاءة الكافية، الكفاءة الواسعة بأن يدعوا مناهج. المعلومات. المناهج تتكون من عدة معلومات. صحيح. هذه المعلومات اليوم حتى الآن تتوافق مع الوضع التشادي الاقتصادي والثقافي والسياسي إلى آخره. جميل جدا. بالنسبه لنا احنا في جات طبعا عندنا لغتين، ده طبعا انتوا في حتى في المركز عندكم شغالين باللغتين، عندنا اللغه الفرنسيه واللغه العربيه، واللجان اكيد في لجنه بتضع الكتب مكونه من فرنكوفونين، لجنه بتضع الكتب مكونه من عربفون. بالنسبه للمناهج اللي بتضعوها للتلميذ التشادي، هل المنهج العربي نفس المنهج الفرنسي ولا في اختلاف؟ هذا سؤال فني ووجيه. لماذا؟ لأن التشاد كلنا نعرف يتبنى الثنائية اللغوية، هذا مشروع كبير وصعب. حتى الآن هناك إشكاليات كثيرة، مش في مركز الوطن للمناهج، حتى في الإدارات، حتى لديكم هنا إشكاليات بخصوص تبني هذا المشروع. إلا أن كل جهة تحاول أن تبذل جهدها لتطبيق الثنائية اللغوية. هذه الثنائية اللغوية اليوم في مركز الوطن للمناهج على حسب لجان، في اللغة العربية لجان خاصة أشخاص أكفاء في اللغة العربية، أكفاء في اللغة العربية، وفي اللغة الفرنسية الذين يضعون كتاب تعليم اللغة الفرنسية أكفاء في اللغة الفرنسية، وهناك تخصصات أخرى، تاريخ وجغرافيا على سبيل المثال، وهي الكتابين الأساسيين التي يدور حولهم المعلومات الوطنية الأساسية. هذه المعلومات هي نفسها، هي نفسها بس ترجمت من الفرنسية إلى العربية أو من العربية إلى الفرنسية، ولكن نفس المعلومة. بمعنى لا يمكن أن نتوقع أن الطالب الذي يدرس التاريخ باللغة العربية يدرس معلومات مخالفة عن الطالب الذي يدرس التاريخ باللغة الفرنسية. هي كلها واحدة. إلا الاختلاف يقع في وضع اللغة العربية كتدريس لغة عربية واللغة الفرنسية كتدريس لغة فرنسية. هناك استشهادات من 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 أبيات شعرية، هناك استشهادات من مواقع يومية وما إلى ذلك، وهذا يمكن له الفني أن يستشهد ببعض أدبيات اللغة الفرنسية. نعم. لإثراء الفكرة. جميل. يعني نفس المنهج بالعربي هو نفس بالفرنسي، نفس المعلومة بالعربي هي موجودة نفس المعلومة بالفرنسي. أنت بتقول لي في إشكالية عندكم في تطبيق الثنائية اللغوية، الثنائية اللغوية عندكم فيها إشكالية في التطبيق، هل الإشكالية تكمن كونه ما عندكم خبراء أكفاء باللغة الفرنسية ولا ما عندكم خبراء أكفاء باللغة العربية؟ الاثنين معا. يعني ناقصين، لأن أنتم محتاجين لي خبراء أكفاء باللغة الفرنسية وخبراء أكفاء باللغة العربية. بالضبط. كيف؟ كيف؟ نقول لك كيف؟ المشكلة تكمن إلى حد ما، لما نتكلم عن الثنائية اللغوية، تكمن إلى حد ما في عملية التوازن. التوازن بمعنى لما يكون هناك جزء مخصص للجزء الفرنكفوني يجب أن يكون نفس الكمية مخصص للجزء العربفوني، بمعنى عندنا نقص في أشخاص. وفي نهاية المطاف إحنا عاوزين أن يكون الشخص التشادي يملك اللغتين، مش عاوزين واحد فرنسي واحد عربي. هذا هو المطلب الاخير بمعنى ان تكون شخص تشادي المسؤول في الاداره العامه وما الى ذلك، ان يستطيع ان يعبر باللغتين، يكون بلانج بلانج اكزاكتومون. هذا جعلنا اليوم نخلق هذا التوازن في المركز. بالخطوه الاولى ان تكون هناك فتره من الفترات هناك يعني معلومات تكتب بالفرنسيه فقط تترجم بالعربيه او العكس، او كانت هكذا في نهاية. واليوم مع الوقت نحاول أن تكون هناك توازن، الشخص اللي متكون باللغة الفرنسية يستطيع أن ينتج بالعربية، والآخر بالفرنسية يستطيع أن يترجم ما كتب بالعربية للفرنسية. هذا الخطوة الأولى. الخطوة الثانية اليوم نحن نحاول أن نجعل هذا الشخص الواحد يتمكن باللغتين، لا يحتاج أن يكون هناك شخصين، شخص واحد.
وهي نحتاج إلى فورماسيون تكوينات ورفع كفاءات خارج والداخل، وبحيث أن اليوم في مركز الوطن للمناهج يعني هناك يعني شباب كثيرين جايين ليحلوا محل الذين هم في تقاعد، وهؤلاء اليوم نحن نعمل جهد كبير نجد لهم تكوينات بأن يكونوا هم نفسهم بلانك، وهذا مشروع كبير يحتاج إلى إمكانيات وإلى وقت. تمام، أنا إحنا سيادتك أنا إحنا كلامك فهمنا، يعني أنتوا بدلا ما تسعوا إلى تكوين الشخص يتحدث بالفرنسية وده يتحدث بالعربية، ده أنتوا دايرين الشخص الواحد يكون إنسان بلين يتحدث اللغة الفرنسية واللغة العربية معا، مو الشخص الواحد ده. بالزبط. جميل جدا. أنا إحنا عندنا مشكلة في تشاد، المشكلة اللي عندنا الناس اللي شالوهم في محل أو في مؤسسة ما بدوروا بخلوها للناس الجايين جديدين. أن إحنا اليوم عندنا ناس مشوا درسوا كليات التربية، درسوا المكتبات، درسوا المناهج، جو عندهم كفاءة عالية وعندهم خبرة عالية، لكن زول بيشيلهم بيوظفهم ولا زول بيشيلهم معايا عشان يضعوا المناهج كل ما فيه. هل أنتوا في المركز الوطني للمناهج يوم من الأيام عرضتم قلتم يا جماعة الإند خبرة في المناهج، الإند خبرة في المكتبات، خليه يجينا كلام مثل ده وما طرحتوه للناس عشان تشوفوه؟ نحن كجهة عامة تابعة لوزارة التربية الوطنية، عارف تمام، لدينا عدة طلبات. الأولوية للذين هم في الوزارة مدرسين أو مفتشين غير ذلك، ملفات موجودة، وهذه الملفات يتم الاستعانة بها عند الحاجة كشخص بيرسون دو ريسورس، أو الاستعانة بهذه الملفات لاستبدالهم بالآخرين الذين يذهبون إلى المعاش. التقاعد فترة قريبة جدا كثير من الخبراء في مركز وطن للمناهج تم إعلان عن ذهابهم للتقاعد وتم استبدالهم بآخرين شباب. جميل. وهؤلاء كانوا ملفاتهم موجودة في الوزارة في انتظار وتم الاستعانة بهم حسب تخصصاتهم. جميل. إذن مسألة الاستبدال أنا نعرف بشكل جيد هناك كثير من الأكفاء موجودين في حالة شوماج، حالة عدم بطالة، ولكن الاستعانة بهم يتم حسب القواعد والإمكانيات وحسب الاحتياجات. حسب الاحتياجات. جميل بالصبر. جميل جدا. الناس اللي معاك في المركز المناهج ان احنا لو خليناهم بمعلوماتهم القديمه دي بيشتغلوا ما بيستطيعوا ان يتواكبوا مع العصر، وان احنا في بدايه الحديث قلنا المناهج محتاجه الى تطوير في كل عصر، ان احنا لابد ان نطور من المناهج لكي تتطور مع العصور. هل عندكم فورماسيون او دورات تدريبيه ترسلوا الناس دول الى دول لديها خبرة في المناهج عشان يتدربوا، ولا دائما أنتوا دوراتكم بتكون في داخل البلد فقط؟ فكرة قائمة في حد ذاتها وسؤال وجيه. لماذا؟ لأن اليوم لما المناهج يجب أن تكون مستجدة في كل لحظة، بمعنى الشخص نفسه يجب أن يكون مستجد، سواء هذا الشخص كبير في العمر ولكنه يواكب التغيرات، أهلا وسهلا به. بالضبط. أو صغير في العمر مواكب أصلا مع معطيات أخرى. فحقيقة الأمر يجب أن يقال هناك أشخاص في مركز وطن المناهج، طبعا لما يكون إنسان عند موصل العمر مثلا 50 وقرابة 50، ما نظرته للأمور، تحليلاته للأمور، تقييماته للأمور تختلف هذا الشخص اللي هو 15 سنة أو 30 سنة. هذا موجود، ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار هذا، ويتم دمج الأفكار قديمة وحديثة بعضها ببعض، ويجب أن يكون هناك لجنة متابعة. بمعنى هنا في كتب يجب أن يؤخذ في الاعتبار شيء، هناك كتب تحتاج إلى متابعة وتجديدات بشكل مستمر، وكتب هناك إلى حد ما لا تحتاج إلى متابعات يومية. كتب التي لها تابع علوم تطبيقية، وكتب التي لها تابعة علوم مثل الجغرافيا والتاريخ زي ما ذكرت، هذا تحتاج في كل تغيير طلب للطباعة يجب أن نقرأها من جديد ونجددها من جديد، ونحذف معلومة ونضيف معلومة ونغير معلومة. المركز اليوم من أسس سالم بتقول لي من 2003 صح؟ 2003 لغاية اليوم أنتوا بدأتوا الشغل، لغاية اليوم كده حتى المراحل اللي خلاص طبعتم لهم كتب كم مرحلة؟ أولى ابتدائي إلى سادس ابتدائي 6 سنوات، ده بالفرنسي وبالعربي الاثنين معا. بعدين أولى أعدادي، ثاني أعدادي، ثالث أعدادي. بعدين بدأنا في كلاس أولى ثانوي.
2016 بدأنا في أولى ثانوي، أصبح لدينا قطع شوط تقريبا 75%، لأن فضل ثاني ثانوي وثالث ثانوي. يعني المراحل من اولى ثانوي لغايه تحت ده كله خلاص طبعت لهم مناهج موجوده، مناهجهم جاهزه، موجوده جاهزه للطباع، جاهزه للطباع. من اجل ذلك انا اتكلم هي انا جميل جدا. انتوا ما قلتوا انتوا بتشتغلوا تحت وزاره التربيه الوطنيه بالضبط. المناهج يعني هنا دور المناهج اللي طبعتوها لغايه اليوم وصلت الكلاسات او وصلت الفصول، الناس بدرسوا فوقها، الطلبه بيستعينوا بها كم كلاس او كم فصل لغايه اليوم؟ كل الفصول التي ذكرتها. ما انت بتقول لي محتاجه لطباعه، محتاجه لطباعه، ما هذا مشكله اخرى، هذا مشروع اخر يجب ان يبث فيه. لا انا دايره اللي طبعتوها كيف طبعتوها؟ لا نتبع كتب الان طبعتوها لوزاره التربيه وطبعتها لغايه اليوم كم كتاب؟ صعب جدا نقول لك الكلام ده. ليش نقول لك؟ لان هناك يجب ان كيف تريد ان ننظر للامور، ننظر للاعتبار حسب ميزانيات التي وزف لطباعتها او حسب عدد التي طبع فعلا او حسب عدد الذي وزع فعلا. ان احنا دايرين انتوا بتقول لي انتوا وضعتم مناهج لغايه سنه اولى ثانوي بالضبط. المناهج اللي وضعتوها واسا قاعد في الكليوز بلسه ما طبعتوها دي ما منهج فوقها بالضبط. ان احنا بندور المناهج اللي خلاص انتوا خلصتوها وان تطال الوزاره وطبعتها وبالفعل وزعتوها. اوكي، وزاره تبعت وزاره او شركاء التنميه مثلا يونسكو، يونيسف، كوبراسيون سويس وغير ذلك من المشتركات التنميه من سبي ان، من اولى اعدادي الى السادسه سام دي، تم طباعته عده مرات بس بكميات مختلفه. كل سنه تطبع كميات وترسل الى الـ 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 الى الـ الى المؤسسات، معناه في الاقاليم ترسل. وكل سنه اخرى تطبع كتب جديده، ومن سبي دو معناها سادسه ابتدائي الى الاعدادي تم طباعتها عده مرات وبكميات مختلفه. اذا هذه الاشكاليه، هذا السؤال لا تجد له جواب واضح، عدد الكميه، لان حسب السنه وحسب القطاعات منظمات الدوليه وحسب ميزانيه الوزاره. في سنوات وزاره ليست لها اي ميزانيه في طباعه الكتب، وسنوات اخرى لا تكون لها ميزانيه. اذا يختلف الامر، لا يمكن وضع جواب او عدد رقمي واضح. يا هو ما احنا سياده المدير، اذا كان ان احنا بنجهز كتب، اللجان بتروح تشتغل وبتجهز الكتاب، بتقول داوى الكتاب يا جماعه جاهز شيلوه اطبقوه. اذا كان الكتاب اللي انا جهزناه ديك لسه ما طبعوه ما وزعوه، بتن ان احنا هل بتن نجهز كتاب ثاني للمرحله اللي بعدين؟ للاسف الشديد هكذا، هناك كتب كثيره جاهزه في 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 كمبيوترات في كليوز بي زي ما قلت، في مركز وطني للمناهج ما يسمى بفيلم موجوده عندنا. اي جهه، على سبيل المثال اخر مره منظمه يونيسف قدمت بطباعتها حوالي 500,000، حوالي يعني نصف مليون كتاب، 500,000 ها في 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 طور الطباعه، معناه من اسبوع اسبوعين هتنزل في مخزن الوزاره. هناك كتب زي ما ذكرت 1 مليون او اكثر من 1 مليون كتاب وصلت من السودان، كتاب تشادي طبع من السودان وصلت للسودان وتم توزيعه في المدارس. هناك كتب اخرى تطبع من وزاره وورلد فيجن، من منظمه واحد وورلد فيجن، وهناك كتب اخرى تطبع من يونسكو واخرى من كوبراسيون سويس. اذا كميات قليله وجزء كثير منها توزع للجهات التي فيها مناطق التي فيها اضطرابات، مثلا زي شرق تشاد او الخارجين من مشكله افريقيا الوسطى او خارجين من مشكله مناطق لاك تشاد. كل المنظمات تحدث ل توزيع الكتب للجهات دي، ولا توزيع الكتب لاطفال الذين تشردوا من هذه المشاكل لاعاده فتح المدارس. اما المدارس الحكوميه العامه هناك كتب تطبع كل سنه بكميات مختلفه تتوزع، ولكن هناك جهات اخرى، بعض المناطق في تشاد يجب ان يذكر حتى الان هي ضحيه عدم وصول الكتاب لانها بعيده وصعبه الوصول وما الى ذلك. الا ان السياسه العامه للحكومه هي ان يكون كل كتاب يصل الى المحطه الاخيره وهو يدي التلميذ، يعني بشكل يعني مجاني. يعني بشكل مختصر كده نستطيع ان نقول كونه المركز الوطني للمناهج الان عند اللجان جاهزه بتشتغل وبتجهز الكتاب، لكن العيب كونه او الائق اللي بيواجهك هو عمليه الطباعه. الطباعه لانها مكلفه. انت تحدثت في 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 ثنايا حديثك قلت في السودان في الشهور الماضيه كان جاتكم كتب من السودان.
حوالي مليون كتاب. أكثر من مليون كتاب. أكثر من مليون كتاب. أكثر من مليون كتاب ده لمرحلة واحدة ولا لمراحل مختلفة؟ المراحل الأولى الابتدائية. أولى ابتدائي ثانية ابتدائي ثالثة ابتدائي حتى سادسة ابتدائي. مليون كتاب. ومليون ومية وكم حوالي. جميل جدا. وصلت على ظهر 15 شاهنة. وصلت إلى جميلة وتم. وسلموك لها. حتى الوزيرة وصلت وراء الكتب. حتى الوزيرة وصلت. جميل. الكتب اللي جاتكم من السودان دي بتقول لي انتوا هنا جهزتوها ودوتوها لهم جاهزة بس اللي هم طبعوها لكم. بالضبط. طبعوها لكم على نفقتكم انتوا ولا على نفقة السودان؟ هو الكتب أنا مشيت عشان هذه الكتب للسودان للخرطوم مرتين. مرة الأولى حملت معي الكليوز بي للسي دي تحمل نفس المنهج الشادي كتب المعدل لدينا هنا، عشان كذا كثير من الناس تعتقد ان هذه الكتب هي كتب سودانيه وصلت الى شاد. نو كتب شاديه تم تصميمها هنا في مركز وطن للمناهج ورسلنا كلي اس بي للخرطوم تم طباعتها الطباعه الاولى، ومن ثم ذهبنا مره جديده لاعضاء بونا تيري اوكي للطباعه لانها تتوافق. راجعناها بشكل جيد ونفس المنهج بدون تعديل بدون حذف بدون تغيير فتم طباعتها هكذا، وهي كتب شاديه نسخ منها موجوده هنا. هات لي نسخه نشوفها كده. هذه الكتب تم طباعتها من جغرافيا. خلينا نشوف يعني ده كتاب الجغرافيا للصفين الثالث والرابع الابتدائي، والجغرافيا كمان خامس وسادس ابتدائي. الجغرافيا كمان للصفين الخامس والسادس الابتدائي، والتاريخ للصف السادس الابتدائي يعمل توماي. التاريخ للصف السادس الابتدائي هذا عيناتها. اعرف والنجم الساطع للصف الخامس الابتدائي دي كلها طبيعه وزاره التربيه الوطنيه، دي كلها طبيعه في السودان للصف الخامس الابتدائي. زراعه وتربيه الحيوان للصف السادس الابتدائي تبع في السودان. النجم الساطع العلوم المشاهده للصف السادس الابتدائي. هذه الكتب يعني 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 شوف تخيل قبل ما تكمل كلامك، يعني جمهورية السودان يعني عن طريق الصداقة وعن طريق الإحسان طبعوا لنا حوالي مليون كتاب ببلاش. هو مليونين. مليونين كتاب. مليونين. يعني جمهورية السودان طبع علينا مليونين كتاب. الفضل لسه في طريق. ببلاش. وعد وعد من رئيس جمهورية السودان رئيس جمهورية تشاد. وعد بدعم مدارس تشادية. وهذا الوعد تحقق من خلال اتفاقية تم توقيعها بين وزارة التربية الوطنية لتشاد ووزارة التربية الوطنية للسودان منذ فترة طويلة، ولكن أخذنا الاتفاقية واستفدنا لأن في نهاية المطاف تشاد مستفيدة. فعلنا الاتفاقية وعملنا ما هو يجب القيام به، وتم طباعة 1 مليون أكثر كتاب، والباقي حتى الآن إذا نطالب به حسب الاتفاقية هتأتي قريبا في مطبع في السودان تتبعها وترسلها بهذه الطريقة. والسفيرة جاءت وراء هذه الكتب لتسليمها رمزيا لوزارة التربية الوطنية. إلى جانب ذلك جاءت بمعملين علميين هدية للكان لوزارة التربية الوطنية. والله معملين كمان زيادة للكتب. معملين زيادة من الكتب. عزيز المشاهد عزيز المواطن، يعني شوف جمهورية السودان عن طريق الصداقة عن طريق الإحسان طبعت حوالي مليون كتاب أو مليونين كتاب، طبعتهم بلاش، طبعتهم هدية لجمهورية تشاد، إضافة إلى كونه جابوا معملين أيضا ببلاش، وأن إحنا ما قادرين نطبع لبلدنا مليون كتاب وداوى الناس طبعوا لنا مليونين كتاب، فين الوطنية؟ حاجة غريبة جدا. قيمة يجب ذكر قيمة هذا المليون كتاب إذا افترض أنها تمت طباعتها في تشاد تتجاوز من 7 إلى 8 مليار. 7 إلى 8 مليار. مليار. إذا يتم طباعتها في حسب المعايير التشادية حسب ده المليون. بالضبط. يعني شوف مليون كتاب بتكلف حوالي 7 مليار فرنك سفر. بالضبط. مليون كتاب الآخر بتكلف حوالي 7 مليار، يعني 14 مليار فرنك سفر. ده هدية من وزارة من وزارة التعليم السودانية إلى تشاد. لتلاميذ تشاد. لتلاميذ تشاد. نتمنى ان احنا كمان يا جماعه يكون لدينا ضمير ان نهتم بتلاميذنا، يعني اذا كان الناس الاخرين اهتموا بتلاميذنا وانطوهم هديه وقدموا لهم حوالي مليونين كتاب اضافه الى معامل جبالهم، فان احنا ويننا ما بنهتم بتلاميذنا؟ حتى الناس الاخرين بيهتموا بتلاميذنا. شكرا لجمهوريه السودان على هذا الكرم. بالنسبه لك تكلمنا ان احنا عن الكتاب وعرفنا كونه ده الكتاب، لكن سياده المدير كنتوا بتكتبوا في الكتاب ممنوع البيع، لكن نفس الكتاب ده نحن مباكر لو مرقنا في المكتبات بنلقوه قائد للبيع، السبب شنو اللي بخلي الكتاب ده بمرق للبيع؟ تجاوزات. تجاوزات. تجاوزات سلوكية. لا أكثر ولا أقل.
تجاوزات سلوكية لا أكثر ولا أقل. وفي عدة محافل ذكرنا هذا الكلام وسقنا مثل آخر، ذكر فترة من الفترات منظمة يونيسيف جاءت بقطعة هكذا مغذية لأطفال اللي يعانون من سوء تغذية حادة وهي مجانية، وجاءت بها بعد أسبوع وجدناها في الأسواق. ناس مرقوها للبيع. يعني تخيل إذا التاجر يتمادى ويأخذ هذه الكمية الصغيرة لأطفال هم مرمين على الأرض، جاء لها مجانا من منظمة دولية وتأخذه وتعد تضعها للبيع. فين الضمير الإنساني؟ فما بالك من فما بالك لكن الكتاب. لكن أنا نتأجب الكتاب ده، الكتاب ده أنتوا كاتبين فيه ممنوع للبيع ووزعته في المؤسسات التعليمية في المدارس. من المتسبب في خروج الكتاب ده من المدرسة إلى 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 السوق؟ هي إذا عاوز تتابع، لأنه مفروض وزارة لها جندارم، وزارة لها إنسبكسيون التفتيش، وجندارم التربية المفتشين. إذا قاموا بدراسة لما وضع اليد حول القلل والمشكلة اللي دائما الكتاب يرجع للأسواق، أكيد لديهم جواب، لأنه يتابع المشكلة، لأن كل المشكلة مصدر. وهناك طبعا الكتاب طبعا لما يصدر، احنا في مركز الوطن للمناهج كل ما نعرفه إذا يتم طباعة الكتاب، احنا كمان لدينا سلطة أخرى اسمها استلام الفني للكتاب. فقبل ما تصل الكتاب بشمية كبيرة للمخزن، نأتي ونأخذ الكتاب من لجنة خاصة تشوف استلام الفني، مدى مطابقة الورقة حسب المعطيات المطلوبة، ومطابقة الألوان والصور وما إلى ذلك. إذا تم، وبعدين نكتف هنا، الكتاب يتم تفريغه في المخزن. من المخزن هناك خطوات أخرى، يتم جهة أخرى في وزارة يتم إرسال الكتب حسب الأقاليم، حسب المفوضي تعليم، ومفوضي التعليم يرسلونه إلى المدراء المدارس، والمدراء المدارس يرسلونه إلى الإنسبكسيون والمفتشين، وهكذا في نهاية المطاف يجب أن يصل الكتاب في يد التلاميذ داخل الفصول، مش داخل الأسواق. وهذا داخل هو داخل الفصول. دي الإشكالية يا جماعة، الكتاب ده. إذن دكتور علي، بدون مقاطعة لو سمحت، في شيء مهم في هذا الشيء. لماذا نتكلم عن نقص الكتاب؟ نقص الكتاب لأن العملية التعليمية هي 3 حلقات فقط. حلقة مدرس تلميذ، وبين 2 في كتاب. إذا فقد الكتاب معناه العملية التعليمية مش هتحصل، مش هتكتمل. إذن اليوم 75% مدارس إعدادية تعاني من نقص الكتاب. صحيح. أعزائي المشاهدين، الكتاب ده مكتوب فيه ممنوع للبيع. الكتاب ده مكتوب فيه ممنوع للبيع لأن الكتب اللي طبعتها الحكومة كلها مكتوب فيها ممنوع للبيع. ليه ممنوع للبيع؟ لأن الكتاب بوزعه للتلاميذ ببلاش. لكن للأسف الشديد في بعض المدراء، في بعض مدراء المدارس، أكيد الشيء ده مدير المدرسة هو كومبليس، مدير المدرسة هو سمح كون الكتاب ده مرقوب برا، أو المفتشين المكلفين بالأمانة العلمية، لأن الكتاب ده مكتوب ممنوع للبيع، كيف الكتاب ده بتسمحه بتمرقوه برا في المكتبات، بتمرقوه برا للبيع والشراء؟ في المفترض التلميذ اللي بيشتري الكتاب ده، في المفترض الكتاب ده يلقى ساكت ببلاش. لكن مدراء المدارس، بعض مدراء المدارس، بعض المفتشين ضمير ما عندهم الكتاب ده مرقوه في السوق ببيعه. نتمنى من مدراء المدارس، من المفتشين، من بعد اليوم ما يسمح للكتاب ده مرقوه في السوق، لان الكتاب ده ببلاش والدوله طبعتها عشان يستفيد منه التلميذ الكادي. انت بالنسبه لك انت في المركز، اكيد العمليه اللي بتقوم بها دي عمليه نبيله جدا، وبتقوم بطباعه الكتاب، بتطدوه للوزاره بتطبع الكتاب وبتسلمه للمؤسسات اللي بتقوم بالكلام ده. انت لما بتمشي السوق وبتلقوا الكتاب، نفس الكتاب اللي طبعته، في المفترض يوصل الى التلميذ ببلاش، بتلقوه في السوق الكتاب ده معروض للبيع. انت وجهه نظركم شنو الكلام ده؟ لا حول لنا ولا قوه. ما عندكم اي كلام؟ نو ما عندنا اي كلام، لان ما تدخل من اختصاصاتنا، نرون هكذا ولكن لا تدخل في اختصاصاتنا. وفي المفترض كان الكتاب ده يوصل الى التلميذ ببلاش. يوصل الكتاب ببلاش. جميل. في حاجه ثانيه بتتعلق بنفس الكلام اللي اتحدث فوق، انت بتقولوا دائما بتجهزوا الكتاب، اللجان بتقوم بتكوين الكتاب وبتجهيزه وبتدوه لوزاره التربيه عشان هي مكلفه به، بتمشي بتطبع الكتاب ده. سمعنا في الاونه الاخيره كون انتم ذات دايرين توصلوكم مطبعه في داخل المركز، دايرين نعرف المطبعة دي هل لطباعة الكتب، ولا المطبعة دي ممكن تطبع شيء ثاني؟ كلمنا عن مشروع المطبعة. المطبعة الآن هو مشروع قديم منذ 2010،
المركز صمم مشروع لأن يكون للمركز مطبع، وهذا المشروع طبعا في نهاية المطاف في آونة الأخيرة حصل اتفاق بين وزارة التربية الوطنية أو الحكومة التشادية مع المنظمات الدولية بالذات بنك الإسلامي للتنمية. فحكومة التشادية وضعت ميزانية لبناء المبنى الكبير الذي سوف يحتوي على المبنى، وعلى هذا الأساس بنك الإسلامي للتنمية ذهبنا إلى حتى إلى جدة في العربية السعودية وقدمنا لهم المشروع، وافقوا على شراء المطبع بشرط أن تقوم الحكومة التشادية ببناء المبنى. وحكومة التشادية بدأت تبني المبنى، وجاءت لجنة فنية من العربية السعودية للوقوف على سير العمل في البناء المبنى، ومبنى في حالة طور الإنشاء وتم موافقة على بناء المبنى. ماذا سنفعل بهذا المبنى؟ بهذه المطبع. المطبع أصلا هي مطبع مصغرة لطباعة الكتب للتجربة. تعرف مركز الوطن للمناهج في بعض حلقات الإنشاء وتصميم الكتاب هناك حلقة اسمها إكسبرمنتاسيون للتجربة، نطبع الكتب بكميات قليلة لإرسالها إلى مدارس خاصة للتجربة، ومن ثم نأخذ فيدباك لمعلومات اللي تأتي من المدرسين ومن أولياء الأمور ومن تلاميذ حول التعديلات المحتملة، نعيدها، وبالتالي في نهاية المطاف تذهب إلى الطباعة الأخيرة. ولكن هذه المطبعة تستطيع أن تسد ثغرة الهوة الموجودة اليوم، تستطيع أن تطبع كميات كافية لبعض المدارس بحيث أن تكون تحمل العبء وتنقص العبء على الدولة، لأن عارف ميزانية طباعة الكتب في إذا فترة من الفترات كانت توضع في ميزانية وزارة التربية الوطنية تتراوح بين 6 إلى 10 مليار ميزانية طباعة الكتب سنوية لوحدها. اليوم مع صعوبات بدت غائبة، ولكن المركز الوطني للمناهج إذا استطاع أن ينشئ هذه المطبعة سوف تأخذ العبء عن الدولة. صحيح. بنسبة حوالي 75%. طبعا إلى جانب المركز الوطني يستطيع أن يدير وضع المالي من خلال المطبع، لأن في قانون إنشاء المركز الوطني للمناهج هناك مادة تقول المركز تستطيع أن تعمل دخل لنفسها. إذا بوجود المطبع لا سوف نطالب الحكومة من ميزانية عامة سنوية، احنا نعمل ميزانيتنا بنفسنا تغذية ذاتية. من أجل ذلك المطبع تم الآن في حالة قاب قوسين أو أدنى. جميل. أن احنا في تشاد جديرين في إنشاء الشيء، أن احنا في تشاد جديرين كونه نختار ونخترع وكل حاجة نخترعها، لكن العيب عندنا ما بننظر للمستقبل، العيب عندنا ما بننظر للكادر البشري. قلت الآن المطبعة بالفعل بناها كل الآن تقريبا مستمر في بناء المطبعة، لكن من هو الكادر البشري الذي يشتغل في هذه المطبعة؟ الفنيين الذين يقومون بطباعة الكتب في هذه المطبعة، هل هؤلاء الناس أعددتهم ولا لسه لم تعد منهم أي واحد أو أي أحد إن صح التعبير؟ كلام سديد، لأن المشروع من هالقبيل هو مشكلة أساسية في عدم تكوين الشخص الذي يدير الآلة، هذا هو الخطورة. هذه مشكلة كبيرة موجودة في تشاد. صحيح. تلاحظ مباني كبيرة نبنوها سنة سنتين كلها تتدور صيانة والفن وما ذلك. على هذا الأساس سؤال تم توجيهه من السعوديين من بنك الإسلامي للتربية نفسها، قالوا إذا اشترينا لكم مطبعة من هيديرها؟ نحن لا نضمن إدارة جيدة. صحيح. لذلك أضمنوا في ميزانية الموافقة عليها التكوين والتدريب الأفراد نفسهم حوالي 250 مليون dans le budget accordé budget الموافق عليه لتكوين الأشخاص من مدير المطبع إلى الفنيين إلى آخر حتى سائق الشاهنة اللي هي كلها يتم تكوينهم من سنتين إلى 3 شهور. يعني الكلام ده وضعته في الاعتبار جاهز؟ جميل جدا. كلام جاهز جميل جدا. المطبعة اللي بتجيبوها دي أكيد هي مطبعة تسد فراغ كبير جدا من في طباعة الكتب وتساعدكم في طباعة الكتب، لكن المشكلة كونه المطبعة تغذي الكتب
الكتب المركز فقط ولا المطبعة ممكن تطبع كتب خارجية ومجلات وما أشبه ذلك ممكن تستعينوا بها في صيانة المطبعة في المستقبل؟ الوزارة التربية الوطنية من خلال مجلس إدارة المركز الوطني للمناهج اللي يديرها وزير التربية الوطنية هيضع استطيع وضع خاص لهذه المطبعة ماذا ستعمل وماذا سوف لا تعمل في هذه من خلال هذه اللي استطيع من هذه الوضعية نستطيع أول المهمة الأساسية هو طباعة الكتب تغطية الفراغ الموجود بعدين هناك حامس لطباعة الكروت الدعوة لطباعة بعض الجرائد المدرسية لطباعة كل ما هو ذات علاقة بعملية تربوية يمكن طباعته حسب المقدرة حسب المقدرة اللي متوفرة في نهاية الهدف الأساسي هو تغطية الثغرة الموجودة. جميل، تغطية الثغرة الموجودة، ده كلام جميل. بالنسبة في بداية الحديث انت تحدثت عن اللجان اللي عندكم في المركز، اللجان المتخصصة في وضع المنهج، لكن ما تحدثت عن اللجان المتخصصة في تقييم الكتاب، اللجان المتخصصة في رقابة الكتاب، اللجان المتخصصة في جودة الكتاب. هل اللجنة دي عندكم لجان كافية تقوم بتقييم الكتاب ما إذا كان الكتاب يتوافق والبيئة ولا لا؟ عندنا لدينا هذه الحلقة هذه الإشكالية تم حلها من خلال ما يسمى بالسوفي إيفالياسيون متابعة والتقييم إلى جانب مرحلة التجربة. هذه المرحلة التجريبية تسمح للجان الفنية في المركز بحصول على معلومات خارجية من متخصصين في التربية من مدرسين ومدراء ومفتشين وأولياء الأمور منظمات وجمعيات والطلبة نفسهم. إذا حصل أي أنت تقرأ الكتاب أي حفوة أي خلل فني شكلي أو جوهري لغوي يتم إرسال ملاحظاتك مفتوحة باب المركز الوطني للمناهج واستقبالها وإعادة النظر فيها من لجنة خاصة تسمى سوفي إيفالياسيون. هذه موجودة غير متروكة لأن الكلام ده كان في 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 كراسة أو كايه، الكراسة دي كان مكتوب فيها النشيد الوطني التشادي والكراسة دي طبعوها برا. ما بنتكلم عن المنهج دلوقتي، بنتكلم عن الأخطاء اللي موجودة في بعض المطبوعات اللي بتجي. الكراسة دي الناس شافوها كونه النشيد المكتوب فيها خطأ، المعلومات الموجودة فيها خطأ ما بتتعلق بتشاد، والكراسة دي طبعوها برا ومنتشرة في الأراضي التشادية، وممكن التلاميذ الدواب ما فاهمين حاجة يحفظوا نفس النشيد بأخطاء دي ويقولوا هو ده الصح. فنحن دي نتكلم أنا عشان المركز يتفاداها، المركز ما يمشي يطبع كتاب كونه فيه أغلاط أو فيه أخطاء والطلبة يحفظوا نفس الأخطاء دي وبعدين يقولوا ده الصحيح أن هنا وجدنا في المنهج الجاي من المركز المكلف بطباعة المناهج. شكرا كونك ذكرت هذه المشكلة القديمة اللي حصل وكان عندي ذاكرة قوية. هي كثير من الناس حتى الآن يعتقدوا أن الكراسة التي حملت أخطاء في النشيد الوطني وحتى الخارطة التشادية يعتقدوا أن هي مصدر مركز وطني للمناهج، ولكن ليس لنا علاقة لا من قريب ولا من بعيد. وده كل الناس قالوا؟ لا من بعيد ولا من قريب، الناس قالوا سمعت. هو كراسة تم طباعتها في إحدى المتابع التشادية وكوبيو كولي للنشيد الوطني وهنا بشكل خطأ، ولكن مركز الوطني للمناهج لا تنتج كراسات. ليست لا ناقة لنا فيها ولا جمل، هي جاءت من 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 مطابع خاصة ورسلوها للوزارة والوزارة اجتمعت وقالوا كيف احنا وضعنا هنا المركز الوطني للمناهج ما لهش علاقة بالكراسات، نحن لدينا علاقة بالكتب. وكان اذا حسب كلامه وكان من المفروض انت كده اليوم انت كده لقيت الفرصه كونه انت ذاتك برر كونه الاشياء اللي قالوا دي ما في منهج ما 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 طلع من مراكزكم. وأظن الرسالة كده خلاص الرسالة وصلت. أنت الكراسة دي لما وصلتكم والناس قالوا الكراسة دي طالعة من مركز المناهج، كنتوا عملتم مؤتمر ووضحتم للناس؟ ما عملنا مؤتمر، ولكن لا يحتاج إلى مؤتمر. العاقل يفهم أن المركز الوطني للمناهج لا تنتج كراسات، هي كراسات تجارية من مطبعة تجارية من كاميرون من تشاد لا أدري ارتقبوا اخطاء. ما هي للاسف الكراسات دي حتى اليوم قاعده في السوق، حتى اليوم الكراسات دي بعيد تجميعها وطباعتها وموجوده في السوق تجاريه. والكراسات دي النشيد المكتوب فيها خطا بالضبط، والمعلومات المكتوبه خاطئه بالضبط، والتلميذ الصغير هو يتلقى المعلومات دي وبيعتبر هي دي الصحيح. كان من المفترض اي معلومه ذات تابع تربوي او موجه لتلاميذ
تستخدم من قبل التجار والشركات الخاصة يجب أن تجد لها تصديق من وزارة التربية الوطنية. في هذه الحالة يستطيع المركز الوطني للمناهج أن تلاحق هؤلاء الناس ويقول أنت ما أخذت إذن، ما تحققت من صحة هذه الخريطة وهذه المعلومة التربوية بالضبط قبل أن تنشروها يجب أن تتحقدوا. ما عملوا لأن ما فيش نص ينص على هذا. وفين الرقابة؟ الرقابة الرقابة يعني كاد لهم أصبحت الدولة يعني مفتوحة، كل واحد يطبع كتاب ولا يطبع كراس فيه أخطاء ويجيبه ينشره في البلد، فين الناس المراقبين؟ بالضبط بالضبط. ومن المكلف بالرقابة دي؟ الرقابة هي إذا كانت شيء تابع تربوي هناك مفتشين، هناك وزارة، هناك مركز وطني للمناهج مفروض يقوم بهذه الوظيفة، ولكن كما أن الأرضية مفتوحة فالناس تعمل زي ما هي عاوز. زي نفس الشيء في بعض الأغذية المواد الغذائية هي بذات صلاحيات منتهية تدخل هكذا أسا كده قاعدين ببوعة في السكر بالضبط تدخل هكذا. ونفس الشيء يجب أن يكون هناك نص واضح والمسؤول عن النص يقوم بوظيفته، في غياب هذا النص لا تستطيع أن تتحرك. أيها السادة المشاهدون أنها ده ما دورنا وما كلمنا، لكن على الأقل ننوه في بعض الكراسات وفي بعض الكتب أيضا موجودة في البلد دي مكتوبة خاطئة فيها معلومات لا تليق بالمجتمع التشادي. في المفترض الجهات المكلفة بالرقابة تقوم برقابة هذه الكتب أو هذه الكراريس وسحبها من السوق. حتى بالنسبة للأدوية اليوم عندنا دواء قائد في السوق دكتور شكودل دواء خلاص مدة انتهت، أيضا فين الناس المكلفين بالصحة؟ ما فيهم. في أكل موجود في الدكاكين، في أكل اليوم بسموه لبن بسموه في السوق مدة منتهية، وأنينا كادين ما عندنا ثقافة كونه إذا شريت علبة هن أكل تشفى بورد دات انتهى ولا ما انتهى، والناس حاليا قاعدين باكلوا أكل صلاحيته منتهية، والأكل صلاحيته منتهية بدل ما يجيب لك الصحة بيجيب لك المرض على العكس. فنتمنى من الجهات الرقابية أن تراقب الأشياء الزي دي وتنهيها من السوق. سيادة المدير أن احنا تحدثنا كثير عن المناهج، لكن بالنسبة للمناهج الحجيت أنها جاءتكم 2 مليون حوالي 2 مليون كتاب تكفلت السودان بطباعته، وبالفعل طبعوا أكثر من مليون كتاب جابوهن، لكن الكتاب اللي جابته لكم السودان ما عرفنا ما إذا كان مطبوع باللغة العربية ولا كتاب مطبوع باللغة الفرنسية والعربية. مكتوب باللغة العربية لأن مسألة فنية، هو وقت اللي نحن طلبنا بأن تكون هذه الكتب باللغة العربية عندنا كتب ساسيتا 2014، عندنا كتب كمية أخرى كانت تطبع من قبل منظمة يونيسف باردون بكتب باللغة الفرنسية، فحاولنا أن نحدث نوع من التوازن وطلبنا أن تكون هذه الكتب باللغة العربية وهذه الكتب باللغة الفرنسية لتكون بشكل متوازن. فهي كلها باللغة العربية، يعني كلها باللغة العربية. اللغة العربية. جميل جدا. الكتب الأساسية بتقول لك طبعوها مليون كتاب جابوا لكم من السودان باللغة، أكثر من مليون كتاب باللغة العربية. وهل حاليا أساسا عندكم جانب يطبع لكم الكتب باللغة الفرنسية ولا لسه مشروع كونه كتب باللغة الفرنسية ده ما فكرتوا فوق لسه؟ هناك كمان شركة تطوعية في فرنسا في نيس جاءت فترة الأخيرة والتقت بالمسؤولين في الوزارة وتعهدت، وطبعا لما جاءوا عرفوا أن هناك مشكلة الكتاب في التشاد وتطوعوا بطباعة حوالي 50,000 كتاب. شركة خاصة ببلاش 50,000 كتاب. ذهبت إلى نيس مرتين زي ما عملت في السودان لإعطاء المادة السيدي الكليوز بي، بعدين مرة الأخرى جينا للبوناتيري وقبل أسبوعين نادونا قالوا الكتب جاهزة 50,000 كتاب. 50,000 كتاب خاصة كتاب الرياضيات سيزم كتاب باللغة الفرنسية. باللغة الفرنسية. واليوم احنا جارين عشان نعملوا إجراءات وتصل إلى تشاد مع هذا الدخول العام الدراسي الجديد ليستفيد منها تلاميذ. هاي كمان مبادرة فردية من جهة أجنبية تضخ كتب في المدارس التشادية مجانا. يعني شركة أجنبية جات شافت كونه عندكم نقص الكتاب وتبرعوا أن يطبعوا لكم حوالي 50,000 كتاب وبالفعل طبعوا خلاص الكتاب طبعوها جاهزة وهي في طريقة اليوم. جميل جدا. دي الكتب الفرنسية بالنسبة لي سيزم قولي الرياضيات أولى ماتماتيك سيزم أولى إعدادي. في تشاد أن إحنا عندنا مطابع آخر أيضا عندنا مطابع موجودة بتطبع كتب هنا في تشاد موجودة حتى ولو كانت الكتب دي طباعتها هنا في تشاد مكلفة وطباعتها غالية. هل أنتوا الكتاب ده لما تدل وزارة التربية وهي المكلفة بالطباعة هل حصل يوم كونوا طبعوا كتاب هنا في تشاد كتاب في تشاد طبعوا في المطابع التشادية مجانا؟ يعني مجانا
حسب علمي ما أعتقدش. ما يعني ما لأن كلها المتابعة اللي حوالي 5 ولا 6 متابعة الموجودة في تشاد تتقدم للعطاءات، وكثير من الحالات في كثير من الحالات هذه العطاءات مدعمة من منظمات زي يونسكو، يونيسيف، كوبراسيونسوس وغير ذلك، هي أموال دولية تأتي وتتحصل العطاءات وتتقدم وتطبع. أما فيما يتعلق بالميزانية الدولة حسب علمي ما عندي أي علم بأن هناك مطبع تطوعت بأن تطبع كمية كذا لصالح أبناء تشاد. هي مبادرة وطنية زي ما قلت ذكرت، المفروض أن تكون أشياء من هالقبيل، خاصة في فترة صعبة نحن موجودين فيه. إذا كان مطبع وتطرعت وأن تطبع كذا كمية لتراسلها للمدارس في تشاد نظرا لوضع كذا، ده كله يرجع الى الى الى, إلى الوطنيه اللي هجينا فوقها. يعني احنا كان هجينا في الوطنيه، كون الوطنيه لو نابعه من من من, من بيئتنا، والوطنيه نابعه من المناهج، الناس كانوا يكون عندهم وطنيه. بالزبط. عندنا مطابع في تشاد لكن المطابع ما بتتبرع بطباعه المناهج، في جهات اجنبيه دي تبرعت بطباعه مليون كتاب و 50,000 كتاب. وأن إحنا وين يا جماعة الوطنية؟ خلينا يكون عندنا وطنية شوية عشان نساعد المدارس التشادية. كلمة أخيرة ممكن توجهها إلى المشاهد وإلى الشخص ما عنده ضمير اللي بيبيع الكتب في الشارع، شنو الكلمة توجهها أخيرا؟ كلمة أخيرة هي زي ما ذكرت قبل قليل، العملية التعليمية تتكون من 3 حلقات أساسية، وحلقة ثالثة وهي وجود كتاب مدرسي تحمل معلومات قيمة لها علاقة بالواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، بأن تكتمل العملية السياسية ويكون لدينا قيم من أهمها الوطنية والهوية الوطنية وغير ذلك من القيم التي تسمح للإنسان بأن يكون مواطن صالح لبلده في فترات لاحقة، بأن تكون له تطلعات جديدة، أفق جديدة نحو البلد والدولة. على هذا الأساس نحن لما شكرا جزيلا لاستضافتنا مرتين في خلال 2 سنوات بهذا الخصوص، هذا إن دل على شيء إنما يدل على اهتماماتكم بهذه المهمة الصعبة التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية. فنحن دائما نظرتنا لأبعد فترة ممكنة لأجيال لم تلد بعد، فهذه الأجيال هي التي ستدير البلد، ستدير البلد بأحسن أوضاعها، وأن تكون لها أرضية وبنية وفكرة ووطنية وقيم وتقاليد وأعداد صالحة، لأن يكونوا في عيش وعام وسلام وديمقراطية وما لا ذلك. فهذا الأساس. كلمة الأخيرة للذين يتاجرون بالكتب، نتوسل إليهم بأن لا يتاجروا بالكتب، لأن الكتب هي مجانة موجهة لأطفال تلاميذ تشاد. اليوم هم محرومين عن هذا الحق التي وضعت لهم الدولة والمنظمات الدولية بشكل مجاني. يعني تصور اليوم كتب التي جاءت من السودان مجانا سوف تجدها في الأسواق. عجيب والله. هكذا يعني تصور الى اين وصلت الجشع من مستويات. عجيب والله. فلهذا الاساس نتمنى ان تكون العمليه التعليميه مكمله. نعم. بحلقاتها 3. شكرا. وكتب يجب ان لا تباع وتصل الى المدارس. شكرا سياده المدير. ايها الساده المشاهدون مشاهدي برنامج قضيه للحوار، الى هنا ناتي واياكم الى ختام هذه الحلقه. في الحلقة دي تحدثنا كثير جدا عن الكتاب، وكون الكتاب لابد أن يكون نابع من البيئة الوطنية، من البيئة التشادية، حتى يزرع في نفوسنا الوطنية. كان زمان بندرس كتب أجنبية، كتب قادمة من بيئات أجنبية تعالج قضايا أمم تختلف بيئتها عن البيئة التشادية، وبالتالي المناهج الذي تعالجه في تلك البلاد لا يمكن أن تعالجه في تشاد. فاليوم الحمد لله عندنا مركز وطني خصيصا لمعالجة تلك القضية التي عانينا منها كثيرا في السنوات الماضية. بيع الكتاب في السوق يا جماعة، في ناس تشاديين لكن ما عندهم ضمير، في بعض مدراء المدارس، في بعض المفتشين، الكتاب بودوا لهم عشان يقسموا للتلاميذ في المدارس، بقوم الكتاب ده بكميات كبيرة جدا بودوا المكتبات ببيعه. الكتاب اللي انت بتبيعه في السوق ده الكتاب الدولة أنفقت فيه مليارات، الدولة التشادية أنفقت مليارات عشان يطبعوا الكتاب ده، وانت الكتاب ده بتشيله بتوديه السوق بتبيعه بأبخس الأثمان أو بتبيعه بثمن رخيص جدا لا يساوي ثمن الطباعة التي كلفها هذا الكتاب للدولة. فنتمنى من مدراء المدارس أن يكون لديهم ضمير تربوي ويحافظوا على هذا الكتاب، لأن الكتاب اللي بتمرقه بتبيعه أكيد بتبيعه بالليل
وبتبيئة في حالة سرية انت تحسب كونه الله سبحانه وتعالى غافلا عما تعمل؟ لا. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. نتمنى من مدراء المدارس ومن المفتشين أن يكون لديهم ضمير في تلاميذهم وأن يرحموا الدولة التي تنفق مليارات. نتمنى أيضا من المركز الوطني أن يراعي البيئة التي نعيش فيها وأن تكون المناهج موافقة للبيئة التي نعيش فيها. السودان الدولة الشقيقة الدولة الصديقة من ناحية إنسانية أنفقت مليارات طبعت بها كتب ببلاش ووزعتها لتشاد، فنتمنى أيضا من الجهات التشادية أيضا أن تنفق مليارات في أبنائها، لأن العملية التعليمية بدونها لا يمكن تكوين شخص يقود هذه الدولة. الناس الأجانب والشركات الأجنبية أنفقت مليارات طبعت بها كتب ووزعتها ببلاش للدولة التشادية هدية. أين الوطنيين؟ أين رجال الأعمال التشاديين؟ أين الذين يقولون نحن رجال أعمال ولدينا مليارات؟ إذا كان لديكم مليارات أنفقوها للصالح العام، إذا كان لا تنفقوا المليارات للصالح العام ما فائدة هذه المليارات التي تفتخرون بها؟ الشركات الوطنية نتمنى أن تبادر في المساهمة في البناء شخصية وطنية صالحة لقيادة هذه الدولة. في الأخير لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي في هذه الحلقة هو الدكتور أبو بكر كوري المدير العام للمركز الوطني للمناهج ومحاضر بجامعة أنجمينا وسبها. أشكر الدكتور لحضورك معنا. شكرا. كما تقبلوا تحيتي وتحيات الفريق العامل معي في هذه الحلقة من برنامج قضية للحوار، وسنلتقي معكم بمشيئة الله في الحلقة المقبلة من هذا البرنامج إن شاء الله. أتمنى لكم ليلة سعيدة ودمتم في رعاية الله.